السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جينا جبت لكم واسمو هذا يا ياسين معلومي. على كل حال راه هضرها عندها نهار من اللي هضرها، وهضرت انا تانيك عليها، هضرت عليها فيديو على قويري وشرقي، وكاين تانيك واحد التعليقات جاتني قالوا لي كيفاش نتايا باريزون جبنا في صحفي باريزون ولا هذاك باريزون. انا اللي قلت ماشي صحفي، العالم كاع قال صحفي، انا قلت لكم بلي ماشي صحفي، جبنا من عنده، وانتايا تقول لنا بلي عندك صاحبك في الاتحاديه وراك تلاقيت مع صالح باي وتعرف صالح باي وكذا. جبنا في كيما يقولوا حب يقول لي بلي باريزون انت عندك معلومات زعما علاش جبنا هذا. دوك نعطي واش قلت له في التعليقات، قلت له روح ليا الانستغرام البريفي نعطي لك وقتاش وصلتني هذه المعلومات وما هضرتش عليها. دوك نعطي لكم تشوفوها يا خوتي، نسمعوا تانيك واسمو تانيك نهضروا على واسمو على ايت نوري اللي راهي دايرتو في ترانسفير مارك دايرتو باللي خلاص جزائري كيما راكو تشوفوا لهنا. على كل حال نبداو به، هو راكو تشوفوا ناسيوناليتي الجيريا، اونسيان جوار ناسيونال فرنسا 21 كان اونسيان خلاص دوكا راهو جزائري. ورغم تانيك على ايت نوري هذايا اللي كانوا حتى كي نشرنا الخبر عليه كانت الناس تقول لك راكو تكذبوا علينا، وفي الاخير راهو جزائري. المعلومات دوك كي نوصلوا للنقطه باش نوضح لخاوتي اروحوا تسمعوا على واسمو. وكاين تانيك واحد الموضوع حبيت نهضر فيها على هذا اللي حبيت ندير الفيديو هذا اوترومو، ما عندي ما نبرهن انايا، انا على كي كاين ناس تيق فيا اللي قدم معايا ويتيقوا فيا، وكاين الناس اللي بار اكزومبل اللي على بالهم واش راني نهضر. هذا ما كان، وانا ما نجيش باش نخدع ولا دوك نفهمك واحد النقطه خلينا نوصلوا ليها. على كل حال بصح التعليقات اللي كانت تجي في الفيديو اللي درتو على الاخر يهاجموا في اللاعبين، دوك نوصل لكم كيفاش هادو ما فرنسا ترميهم وحنا نديهم. يا ودي خليني منكم فريمو، خليني منكم وفريمو صح، انتم تعيوا نقولها لكم انتم فريمو تعيوا، ماشي انتم خاوتي هادوك الناس يا خو اللي ضل يقول عليهم جمال بالماضي، هادوك الناس خلاص اسمهم هادوك الناس هما اللي خوطوا، واسمهم هادوك الناس تعيوا تفشلوا ما تكرهوش ما تملوش من العفايس تاعكم والقوالب هادوما، راني جايكم على كل حال. اسمعوا خاوتي، تكلمنا كثيرا على ثوره يحدثها بالماضي في المنتخب الوطني، وانت تقول بان المصدر الذي تستند اليه يتحدث عن اربعه لاعبين جدد ومفاوضات مع لاعب خامس. شوف هذا المصدر تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم اكل اليوم الصباح انه جمال بالماضي يعني فضل البقاء في فرنسا وعدم تواجد في قطر بمناسبة المونديال، رغم انه يقطن بالقرب من ملعب واسمه لوسيل. انضم جمال بالماضي في الفترة هذه فضل البقاء في فرنسا للاتصال وتكملة يعني الاتصالات مع اللاعبين. هذا المصدر قال لي انه منطقيا او يعني نقولوا تقريبا بصفة رسمية أربعة لاعبين راح يكونوا في التربص القادم، بداية من نقول لك ربما 19 ولا 20 مارس. كنا تحدثنا على ايت نوري، تحدثنا على عوار، تحدثنا على شعيبي. اليوم قضى المفاوضات راهي متقدمه مع اسمه غويري، منطقي حتى هو راح يكون في التربص القادم. تزيد قضى يعني حتى جمال بالماضي فتح باب الاتصالات مع عدد من اللاعبين، قضى ريان شركي من ليون، وسيم قبداري من اسبانيول، ميشيل اونيس من كريستال بالاس، لوبيز من وساسولو. اليوم قضى نظن حتى هاد اللاعبين بون راكو سمعتوا شرقي ايت نوري من اسبانيول، هادو المعلومات كاع عندي. هو راه يقول لك باللي المعلومات اللي عندي من الاتحاديه قالت لي باللي اربعه لاعبين راهم جايين في مارس. الهضره اللي هضرها دوك نوريها لكم بالدليل باللي وصلتني عندها لو 14 نوفمبر سوا واش هضر هو كاع راهي عندي لو 14 نوفمبر، ولكن هذه تاع اربعه لاعبين قالها جمال بالماضي في المؤتمر الصحفي الاخراني. قالها جمال بالماضي في المؤتمر، يعني حاجه ما راهيش مخبيه ولا معلومه مصدر ولا هذه، قالها جمال بالماضي في المؤتمر الصحفي. واي تنوري ثاني كيما نقولوا بدل الجنسيه قويري، راهو قال لك قويري وشرقي، قال لك حتى فتح المفاوضات مع شرقي. اروح تشوف يا اخي العزيز يا اللي انت اللي قلت لي باللي زعما عندك مصدر ما هو جايب، اروح هاوليك راك تشوف المصدر، نقرا لك المصدر ونقرا لك التاريخ وتسمع تطبق الهضره اللي راهي هنا معاه هو واش قال عنده نهار.
راك تشوف. قال لي بعثت له انا الضربه نهار ما الديكلاراسيون تاع جمال بلماضي نهار ما قال باللي راهو مثل ايت نوري. راك تشوفوا بعثت له انا التصويره تاع ايت نوري لابس ليكيب ناسيونال. قلت له يعني نار طياره طفل ما صافي بليزير. واش كتب لي؟ الحمد لله مازال عوار وربعه اخرين. راهو قال لك ربعه اخرين، هذا عوار وربعه اخرين. اسمع واش قال لي. ريان شرقي قويري عدلي قال لي باش تبدل الجنسيه الرياضيه تاعهم فرنسا تصعب لهم شويه. وراكم شفتوا باللي حتى عوار راه يطولت الجنسيه تاعو. ايت نوري تسمى مقدمه وزيد راهو في الانجليزي وكذا مقدمه. فرنسا تذكر كيفاش تغير الجنسيه، هو راهو جنسيه رياضيه فرنسي. راكم تشوفوا المعلومات عندي قبل ما يقول الصحفي هذا، يا عندي المعلومات هذو. ما حبيتش نقول دوك، نقول لك علاش ما حبيتش نقول. لو 14 نوفمبر راكو تشوفوا لو 14 نوفمبر هاوليك بالتاريخ بالفليشه، ماشي نستنى انا الصحفي هذا يقولها. بصح علاش ما حبيتش نقولها؟ لان الناس تحب تبدل لك الهضره تاعك. الناس ما رغم نوضح ندير فيديو نبدا نوضح نقول لهم خاوتي إذا غير الجنسية تاعو في التربص المقبل راح يكون، وإذا ما ثلاثلوش ما راحش يكون. كي يوصل التربص يجي. ماشي قلت لنا انت يا باللي خطرة اللي فاتت وتخرط علينا باللي قلت لنا في التربص الجاي يجي. حتى قولها في انفسكم. السيد عثمان هذاك تاع فرونس 24 انا قلتها قبله باربع شهور باللي عاد واسمه ايت نوري ودافعت عليه بقوة عندي عام، وانا نقول لكم باللي راهو جاي ودافعت عليه. لا تفاوق قلت لكم سبوا له بابا وكذا منا عندي اربع شهور. هو موراها مسكين قال باللي سيد راهو رسميا الدفاع باش يغير الجنسيه، وحسام عوار كذلك. جاو ليه بالماضي قال لهم البارح تغيرت الجنسيه، كي جا موراها بالماضي بزوج سمانات شتو كذاب قالنا باللي رسميا سيد قال لك رسميا دفاع. مازال ما رسميا دفاع. وإذا الفيفا ردت راح يكون في التربص إذا الفيفا ردت بالعربية يهضر يا خوتي وحولوا له الهضرة تاعو. يا ونخاف أنا يا ننشر لكم معلومات كيما هادو. ما نعرفش أنا السيد بالك هاد اللاعبين يصرى مشكل ما يجيش، يصرى مشكل يغير راس يغير رأيه، ومن بعد أنايا يولوا يتهموني وأنتايا راك تكذب علينا وقلت لنا لاعبين راهم جايين والمعلومات عندي صافي نونطو. وليت نخاف نهضر يا خوتي. والله العظيم هذه نقطة هادية. نجو بار اكزومبل النقطة اللي راهم يديروا فيها في الترويج. راهو يقول لك باللي الضربة هذه الأخرانية كي صاروا الانتقادات تاع اللاعبين تاع كيما نقولوا كومان ولاعبين تاع فرنسا اللي ضيعوا ضربات الجزاء وكذا منا، قال لك باللي راهي عنصرية بزاف راهي ضدهم على هذيك اللاعبين هذوما راهم هنايا بدلوا رايهم. ولا بار اكزومبل على الضربة تاع بنزيما كي اعتزل. لا يا السيد عنده شحال من اللي قال لكم بالماضي باللي راهم جايين، اتقوا لها في انفسكم. ايت نوري عنده صافي اربع شهور من اللي بدا المفاوضات ودفع على تغيير الجنسيه قبل ما تخرج القائمه، قبل ما تخرج القائمه تاع ديشون. كي خرجت القائمه تاع ديشون قال لك راهو دفع الجنسيه كي ما عيطلوش ديشون. علاش تتهموا في اللاعبين؟ والسيد على بالي صافي واحد العام باللي راه واجد باش يمثل المنتخب الوطني الجزائري ايت نوري. ودوك اللاعبين هادو ما كي راهو يعيط لهم بالماضي ولا راهم جايين ولا راهم حابين يجوا ولا راهم بداوا كيما نقولوا حابين يجوا. كاين اللي بداوا كيما بار اكزومبل قبل لا فينال، قبل لا فينال كيما سمعتوا ايت واسمو قويري قبل الفينال عنده اسبوع من اللي بدا يتحرك باش يخرج الجنسيه تاعو. قال لك تسمى على جال كي يسبوا اللاعبين بعد النهائي او دفع قبل النهائي، بدا التحركات تاعو قبل النهائي. علاش راكو تدوروا من بعد وليتوا تقولوا باللي اللاعبين هادو ما رماتهم باش تشوهوا سمعه اللاعب؟ انا ما رانيش ندافع على اللاعبين انا هادو، ترددوا صح ترددوا عده مرات ماشي كاع. ايت نوري ما ترددش كما كانوا يقولوا عليه ولاو يسبوا فيه، حتى غلق الكونت تاعو خلى غير الاصدقاء اللي يقدروا يعلقوا. ودوكا راهو جاي للجزائر ومن بعد بعض الصحافه توليت ويروحوا باش يديروا معاه بار اكزومبل مؤتمر صحفي، وبعض اللي سبوه بعض اليوتيوبر سبوه دوك يوليو يهضروا عليه باش يدخلوا به دراهم. علاش تسبوا الناس؟ علاش تتهموا الناس؟ ودوكا راهم يقول لك فرنسا ماتهم راهم جايين. تما بالماضي كي ما يديرش التغيير قتلتوه انتم، ما بيكم بالماضي ما بيكم لا تغيير ما بيكم. كي يجيب اللاعب كي ما يجيبش اللاعبين او ما جبتش او كاين قويري او كاين ايت نوري لاعبين من طراز عالي لاعبين مستوى عالي و و و و و كاين واحد الحمله واحد الذباب الحمله هذه حمله راهم دايرينها ضد جمال بالماضي وعلى بالكم بكلش. ومن بعد
كي بدا التغيير الجذري، والتغيير الجذري انا هذا نهار قبل شفتو مول الماتش تاع الكاميرون، مول الماتش تاع الكاميرون بنهار درت فيديو قلت بلي بالماضي لاك ما يعاودش يولي، عيطوا لي من الاتحاديه قالوا لي بالماضي باقي وراح يدير تغيير جذري، قلت لكم روحوا للفيديو تلقى تاع التغيير الجذري هذه على بالي بها، مول الماتش تاع الكاميرون على بالي بها، من الاتحاديه قالوا لي، ودكا ولاو بالماضي نو كيفاش هاد اللاعبين؟ عيط نوري ما عندنا ما نديرو به رامي بن سبعين خير منه. اللاعبين هادو ما كيفاش فرنسا رماتهم جايين يبلعطونا باش يمثلوا المنتخب الوطني براهم دايرين حملة راني نقول لكم التعليقات صادر ماشي واحد ماشي زوج ماشي ثلاثة ماشي أربعة ماشي خمسة ماشي ستة ماشي سبعة ماشي عشرة ماشي عشرين وروحوا بالك دوك يفاصيهم ونبلوكي السون بيتي راني بلوكي السون بيتي باسكو على بالي باللي الدباب يحول يحب يوجه الرأي العام إلى الحاجة اللي راهو يكثروا التعليقات باش تبان باللي الناس بزاف راهي باريكزومبل راهي ضد وانا نعرف انا قال لي هاني دي خطا قلت له نعرفهم التعليقات تاع الناس اللي اسمح لي والله غير انا كنت نحبك ونموت عليك ونتبعك السون بيتي بصح دوك نلغي الاشتراك قبل ما يلغي الاشتراك يكون مبلوكي هذاك السيد هذاك يحب قلتها للشنوي وقلتها للخونا الحاسي نهار ما بدا جديد قلت له دوك يجوك هذوك التعليقات هادو غير انسى هادوك باش يوجهوا الراي العام باللي كنت نحبك بصح دوكا صمتها هذه كاع نعرفكم حافظكم الدوباب حافظكم 100% كاين بزاف اللي ينتقدوني وندير لهم قلب وندخل معاهم في نقاشات لان نعرف كيفاش يخمو نعرف باللي هذا ماشي دوبابه بصح الدوباب نعرفو كي تدخلوا بقوه شوف كي يكون موضوع حساس على بالماضي الدوباب يدخل بقوه على قبل ما ننشر الفيديو على بالي باللي راهو داخل بقوه باش يوجهوا الراي العام كيفاش بالماضي كي ما عيش للاعبين يا بالماضي انت وما كانش وكذا واللاعبين وطاطا هبلتو باش يجيب لك كي بدا يجيب في لاعبين جدد هادو رماتهم فرنسا جايب لنا حنا لاعبين اي خليني منكم متعيوني خليني منكم يا عباك البنادم يكره كاع يخدم معاكم انتوما تعيو فريمون تعيو وما الماضي مراه سامع بكم كاع ما على بالوش كاع بكم هذا واش وما على باليش انا كاع بكم ثاني هذا واش حبيت نقول انا عندي الناس اللي نعرفهم لي بار اكزومبل المتتبعين ونعرف الدوباب وين راهو يدور واش راهو يخدم وكيفاش هذاك باللي هذه شركه يعني يشريوا لي باج بزاف وكذا باش يوجهوا الراي العام كيما يحبوا هادو مافيا هادو ما مافيا يا غوطي هذا واش نقدر نقول لكم وان شاء الله بالماضي يجيب اللاعبين جدد وان شاء الله المنتخب الوطني يعاود يولي عالمي وسمعتوا اوليس راك وسمعتوا اوليس شحال عندي من اللي قلتها لكم على اوليس اوليس ان شاء الله بالماضي يطول معاه ما مراوي تردد ولا محاول برسك هذا كي يجيبوا إفادة هذا إفادة هذا ما تندمش شغل مليح يطول هذه هي حاجة صعيبة بسيب بشديها وحاجة صعيبة كي حتى تتعب عليها ونهار ما تجيبها ترتاح هذا ما كان هذا وش نقدر نقول لكم خوتي ما طوي وربي يهديكم بلادكم يا ابن عمي هذا وش نقدر نقول لكم خوتي ما طويش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام